يأتي توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كنقلة نوعية تهدف إلى التماشي مع مؤشرات رعاية حقوق الإنسان في المملكة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف المحامي محمد العثمان. مساء الخير سيد محمد، ولو تخبرنا كيف يمكن لهذا التوجيه الكريم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن يحقق مزيد من التقدم للمملكة في مجال سجلها الحقوقي؟ مساكم الله بالخير ومسي على المشاهدين ومتابعين الأعزاء. طبعا جاء التأكيد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليضفي مزيد من الديناميكية في تفعيل تطبيق قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة. طبعا احنا نشهد في المحافل الدولية من خلال علاقاتنا كمحامين وحقوقيين اثر ايجابي لهذا التوجيه، وليس غريبا طبعا على صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يحمل فكرا مستنيرا طالما اشادت به مختلف مؤسسات المجتمع المدني في الداخل والمنظمات الحقوقية في المحافل الدولية. وفي الحقيقة ما نلمسه في هذا الشأن يصب في تعزيز الإنجازات الحقوقية اللي تمثلت بصورة مشرفة للبحرين في الخارج من خلال التوسع في تطبيق العقوبات البديلة ومفهوم السجون المفتوحة. ونتلقى كمحامين سيل من الاستفسارات في الحقيقة والإشادات من زملائنا المحامين في الدول العربية وكذلك في زملاء المحامين في الدول الأوروبية. نعم. وهي إشادات تبعث على الفخر لنا كبحرينيين، وهذا الشيء يذكرنا بالكثير من المحطات والتي كان لجلالة ملك البلاد حفظه الله ورعاه مواقف فارقة وعلامات مضيئة في تاريخنا الوطني. نعم سيد محمد تفضل. تفضل. وبالفعل سابقا أشار جلالة الملك في خطابات إن البحرين تسير ناحية استكمال البناء القانوني. نعم. والتوسع في تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة هي عدالة إنسانية إنجاز التعبير. نعم بالتأكيد سيد محمد، على صعيد المستفيدين من هذا القانون كيف سيسهم التوسع في قانون العقوبات البديلة لتوسع نجاح إضافي في إصلاح وتأهيل هؤلاء المستفيدين؟ طبعا احنا حين نطبق القانون قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، هذا يعني ان الدولة حافظت على كيان أسرة خاصة ان كان المحكوم متزوج ولديه أطفال، فقد ساهمت الدولة ايضا في الحفاظ على هذه الأسرة ورعاية المحكوم لأطفاله وحمايتهم، وبعبارة اخرى الدولة حافظت على النسيج المجتمعي. في تطبيق القانون ايضا اثر ايجابي بالنسبة للمحكوم من حيث تأهيله وسهولة ادماجه في المجتمع، حيث لا يشعر بالاغتراب بينه وبين المجتمع لأنه راح يكون موجود في المجتمع. أخيرا أن أبلغ الأثر ينعكس أيضا على النظرة المجتمعية للمحكوم، فلا ينظر له كأنه سجين ولديه سجل إجرامي. هذه في الحقيقة بعض الفوائد أو أهم الفوائد اللي تنعكس على المستفيد أو المحكوم المستفيد من قانون تطبيق العقوبات البديلة والسجون المفتوحة. نعم المحامي محمد العثمان، شكرا جزيلا لك.